بص تعالوا اتفضل. يعني معلش هقطع حضرتك، بس انا كنت عايز اعرف يعني انا هقدر كده الم الاربع يونتات اللي فاتوني؟ انت شوفي بقى هتعملي ايه. انت هتاخدي الاربع يونت اللي فاتوا، بصوا يا ولاد معايا عشان تبقوا فاهمين النظام بتاعنا، ويا ريت تبلغوا اي حد يخش جديد. احنا اليونتات اللي فاتتك خديها من التعليمية اكاديمي مسجله، هتمسكي اليونت يا حبيبتي وتذاكريها في البيت. عارفه اشوف انا بشرح بالراحه ازاي وبوضح كل حاجه، وزمايلك بيحلوا هتشوفهم بيحلوا ازاي، وانا قلت له لا دي غلط ودي صح وقول دي كذا ودي كذا. ذاكري اليونتات زي ما انا قلتها في الفيديوهات اللي هتشوفها بالظبط، هتلاقي كل فيديو بتحس حوالي 4 ساعات، كل فيديو هيوصلك 4 ساعات. امسكي اليونت، امسكي المذكره وذاكري فيها. في واجب هتلاقيني بقول الواجب صفحه كذا، روحي حلها كواجب، وتعالي في الفيديو اللي بعديه صح هتلاقيني بحل الواجب، صلحيه صححيه لنفسك زي ما انا عملته، زي ما انا حليته في الفيديو، زي ما انا حليته في الفيديو، فاهماني؟ وامتحانات نفس الفكره، الامتحان برضو هتلاقي الامتحانات نازله لك، تروحي حله الامتحان وتشوفيني حليته في الحصه اللي بعدها ازاي، وتعرفي نفسك غلطت في ايه ودي اه ودي لا. امشي كلمه كلمه، خلصي يونت يونت، يعني خلصت اليونت الاولاني وتمام وذاكرتيه وحليت امتحانات وخلصتيه، اركنيه وخش على اللي بعديه وهكذا. طب في حاجه وقفت قدامك خالص بقى وما انتش فاهماها، تروحي بعتها على الواتس. تمام. طب انا كده هلحق امشي معاك برضو؟ ما انت هتمشي ده مع ده، هتتعبي شويه اه تمشي القديم مع الجديد، بس انا مش هقدر اقول لك اطلعي من الدرس، ومش هقدر اقول لك، تمام. مش هقدر اقول لك امشي في الجديد وسيب القديم، فانت مشي ده مع ده، اتعبي شويه. حاضر يا مستر، ماشي. طيب الفيديوهات، معلش سؤال تاني، اخدها من المنصة ولا هي موجودة اساسا على التعليمية لا اكاديمي على اليوتيوب؟ انت دفعت اشتراك الشهر ده، يبقى انت معانا في الشهر ده بس. الفيديوهات القديمه باشتراك ممكن يعملوا لك تخفيض في التعليميه اكاديمي، تاخدي الفيديوهات بالملفات البي دي اف بالامتحانات كل حاجه وتذاكريها، وزي ما قلت لك يعني كل اسبوعين خلصي لك واحده، خلال شهرين كده ولا شهر ونص هتكوني خلصتي الاربع يونت اللي فاتوا، وانت كده كده ماشيه معانا في الجديد. انا اساسا خلصت يونت 2 فانا بقالي 3 بس. طيب تمام. يلا اولاد ماشي يا بقى كده، مستر، تمام يلا اولاد بقى كده بسرعه يا حبايبي. الفرق يا اولاد بين الجيرانت وال